مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم اسمها بليدنج ايدج. بليدنج ايدج هي لعبة فايتنج جيم بس عاملينها شركة نينجا ثيري. نينجا ثيري مشهورين بالعاب السنجل بلاير كتير. اخر لعبة عملوها هيل بليد سنوا ساكرفايس. في قبلها عاملين هيفنلي سورد وفي كذا جيم. شاطرين كتير الجماعة. اول مرة بيعملوا لعبة ملتي بلاير. تمام. الفكرة هي انه انت عندك هدول المحاربين حتى بيسموهم فايترز. في عندك هدول كلياتهم ميلي دامج وشي بيضرب هايبريد وكذا. وفي عندك اللي هن السبورت اللي بيعملوا هيل وفي جماعة التانكس وهكذا. تمام. فانت فيك تختار اي واحد فيهم وتستعمله. زائد طبعا كمان مثل كل الالعاب التانية فيك تجي اللي مثل هذا النوع طبعا مثل اوفر واتش خلينا نقول. فيك تجي وتقول مثلا غير شكل السيارة او هيك. فيك تستعمل اشكال تانية. تمام. انا عندي هذا السكين لانه اخذ الديلوكس من شو اسمها هي اكس بوكس جيم باس. انا ما دفعت حق اللعبة. انا عندي اشتراك تبع الاكس بوكس. عم بلعبها على البي سي لانه هنا صاروا الاكس بوكس العبها كلها على البي سي. المهم كمان في عندك مودز. هاي المودز بتغير. خير. برجع اشتغل. عندك هاي المودز هاي بتغير الابيليتيز تبعك. فعندك مثلا هذا عنده حيط بيحطه بصير بيسكر على التانين وهكذا. مهم كيف اللعبة حتصير؟ خلينا نعملها ونورجيكم الجيم بالضبط. رح تجي وتقول فايت وحيعمل لك سيرش. اللي استغربت منه انه ما بيقول لك انه شو نوع التالي حتكون. في نوعين. في واحدة اللي هي كنترول بوينتس وفي واحدة اللي هي كابتشر الفلاج. بس مو فلاج. انه بدك تلم اشياء وبعدين تروح توديها. هلا بتشوفوا كيف الا بتطلع. طبعا 4 ضد 4 الجيم. مو كتير كتار اللي بالتيم. 4 على 4. هي اللي هي الاوبجكتيف كنترول. هي لازم اخذ البوينتس اللي بالارض. فهلا بدي اختار الفايتر تبعي. انا عاده بحب اخذ الهيلر مشان ما اقعد احوص كتير وكذا. بس مشكله الهيلر انه ما حدا بدافع عنك وشو اسمه ما في حدا بدافع عنك وزائد كله بيجي بده يضربك لانك انت عم تعمل هيل للتيم. فيعني حياه جميله. هلا ناطرين كم واحد يعملوا لود. هيو اجا 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 يلا كين كريمزن. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا جيم ملتي بلاير اونلاين وفي واحد تاني بالجهه الثانيه كمان عنده مشكله. اورايت capture the objective to earn points to win. حدا يقلعوا هاد كيكم. مش الحال. capture objective. طيب راح اختار انا الهيرو تبعي. حاخذ هاد. وفي عندك اللي هي السوبر. بتختار السوبر اللي بدك اياها. كل واحد عنده تو سوبرز. بتختار ان واحد بدك وبتصير بتقدر تستعمله. تمام. فانا حاختار هاي. طبعا المود بيلدز موجودين بالنص. هدول اللي بالمودز فيك تغيرهم على كيفك. فهلا راح افوت كلياتهم ريدي. تمام. هلا بقى بناطرين 30 ثانيه لحتى نفوت. بدنا ناخذ الاوبجكتيفز. المابس زراف حلوين والجيم سريعه. يعني هلا ليكم كلهم هون عم بلعب بالكنترولر مثل ما كم شايفين من الازرار. هلا اللي حيصير انه لازم نلم 600 بوينتس لحتى تخلص الجيم. كل ما اخذت مناطق اكثر طبعا بتاخذ بوينتس اكثر. كل ما قتلت الاعداء اكثر بتاخذ بوينتس اكثر. مهم عنا تانك وعنا تو تانكس واحد دامج. هات لنشوف شو حيصير. هلا نفوت هيك ونحاول شو نبلش المعركة. خليني مع التيم تبعي انا احسن لي. طبعا هذا بيعمل هيل يعني مثل هي شو اسمها باوفر واتش. شو كان اسمها نسيت شو اسمها هي البنت اللي مثل على اساس انه انجل وما انجل. نحط عليه هي القطعة. هلا بصير بيقدر يضرب. اخذنا البوينت. نعمل له هيل لهاد. طبعا مو معناته انه انا عندي مو معناته عندي انه انا هيلر معناته ما عندي قدره اني قاتل. فيه بس يعني ضعيف. فايه بشكل عام هاي فكره الجيم. في اوقات بصير فيها اشياء حلوه طبعا حسب الناس اللي عم تلعب معهم مثل كل الالعاب اللي مثل هيك. يعني حسب الناس اللي عم تلعب معهم بتتغير الجيم بتصير احسن او مو احسن. تعا خذ هي هيل. عيش حياتك يا عمي عيش. مسيك هاد خذه معك.
طبعا هي الفكرة انه ارينا اللي يكون الناس قاعدين يتفرجوا علينا. نشغل الماونت عشان نصير اسرع، نروح نساعد صديقنا اللي بالنص هاد. تعال تعال حاش تهرب يا روح روح ايه ايه روح نعمل لهم هيل ونظبط امورنا هون. حدا يروح ياخذ البوينت. ممتاز اجت القصف قصف هيك تمام حلو زبطنا الامور نرجع. اي هاي هي الجيم ممتازه يعني للناس اللي بتحب هذا الشيء من الجيمز الجيم كويس. لا 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 تعا 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 هلب خليكم سوا الله يوفقك حبيبي. انت خذ انت هيل عيش يا ار يو سيريس. يلا ما مشكله يلا ريسبون ريسبون جابونا بس لا اخذنا بوينتس منيحه قبل ما يلقطونا هدول. نروح نرجع هات لك خلينا نحط حيط المفروض ما لحقنا. وانت فعليا بدك تحاول انك تتجنبهم بس شكرا. تعال عندي تعال عندي يا الله رجع لجوا رجع تصرف بعتوا لنا الصواريخ روح في واحد منهم بيعمل السلث وهذا يب اي ف يا ذاتس ذاتس جيم. في واحدة تانية بتصير بتلم اشياء وبدك توصلها لمحل تاني. اوع 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 جيبو 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 حلو 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 حلو. انا مرات مشكلتي لما بركز باللعبة بنسى انه انا معكم. مهم نازلين قصف ايه يا حلوة الفكرة حلوة الكاركترز الزراف
خالص نروح على البوينت نساعد الشباب. ماونت اب، يلا ليتس جو. خالص حاولت سكر عليه ما زبطت معي. طيب نرجع لهون، هذا لازم نساعده. تعال اقول لك، تعال خالص خالص. هلا شوفوا، يعني بصراحة فيها مرات إذا كان تيمك كتير سيء الجيم حتكون بايخة، بس هي أظن مشكلة بكل ألعاب اللي مثل هاي. ليكو في واحد انسحب من عندهم. فبشكل عام الجيم is fun. أنا I'm having fun with it. هذا وين راح؟ تعال ناخذ الابجكتيف. معنا اثنين هيلرز. عيش عيش يا عمي عيش. هذاك حيه روبوت حيه ومدري شو مركب على حاله. هذا سكر علينا. ممتاز. العاب اللي مثل هاي مثل عملكم حسب من الناس اللي عم تلعب معهم. اتس فان. حلو كمان انه بتصير بتلم اشياء بتخلص الميشنز. في شيء صاير هون مو مزبوط. اي رجع رجع. طب ماشي يلا. خلينا نخلصه لهاد. خالص. نرجع ناخذ البوينت مع نفسك. اي هاتوا جيبوا، ما مشكلة. ماونت ونروح شو نحاول نساعد الشبيبة هون. اوكي نكست نكست. والله تبهدلوا تبهدلوا هدول. المرة الحمد لله تيمي كويس الحمد لله. هو دائما بس تشوف حدا جاب تانك او هيل امورك تمام. طيب ناخذ هاد. تعا ساعدني تعا. خالص هات ناخذ الهيل.
هون في هيل ما في، بس ما مشكلة بيساعدنا صاحبنا. ناخذ البوينت، قربنا نخلص. احسنت احسنت، نطلع لفوق. هلا لسه اليوم اول يوم تطلع الجيم او ثاني يوم، فاكيد مع الوقت اذا صار، اذا ان شاء الله يعني ما خربت الناس صارت ضلت تلعبها هيك العاب، المشكله ممكن تموت اذا ما كان فيها ناس كتير. كل ستيل في ناس بتنسحب تحرد، غريب. خلص اخي خد البوينتس تبعك وروح، بتاخذ اكس بي لانه بتلفل الكاركتر تبعك، بيفتح لك مودز جديده. فيكتوري حلو. شو بصير ما تفوز؟ طبعا فزنا بقوه. طبعا هون الفاينل بلاي، هون بيورجيك اخر كل. البروجريشن تبعك قديش عم تاخذ بوينتس وتطلع. فهلا موست هيلينج، اعطوني بوينتس زياده. بعمل ليف جيم، نطلع منها. هلا بتجي بتروح بتاخذ هدول البوينتس اللي لميتهم لحتى تعمل فيهم مودز. بس ذاتس ات، ترجع تعمل اجين مره ثانيه، بتروح بتحارب. تقريبا هي هي الفكره. تمام. هون مثلا هذا عنده مودز جديد، هون كذا. طبعا الكاركترز كلهم اشكالهم انترستينج. في هاي الختياره، في هذا الشيء ما بعرف شو هو، هاربي يمكن. هذا فظيع، هذا الحيه هو الكاركتر، هذا الزومبي جسه بياخذها معه بس مشان يمشي. في هاي، في هاد، في هاي، وفي هاد. المهم هاي هي بليدنج ايدج. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.